السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حلمى الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضروا شيوة رائعة، الفطور ديال العيد أو أي وقت، يعني فطور أو لومشة. الكعك مرق، طريقة سهلة جدا، كيجي خفيف ولذيذ وكيستحق التجربة، ومكونات اللي هي بسيطة بزاف. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالو. المكونات غادي نحتاجو 500 غرام او نص كيلو من الدقيق الابيض، يكون نوعية جيدة ما يعادل 4 ديال الكؤوس ديال العنبة، يكونوا عامرين مزيان، مع نصف كأس من السكر ما يعادل 75 غرام. بيضة، استعملوا الابيض العجين والاصفر للدهن، نصف كأس من الزيت ما يعادل 100 ملل، علبة من الياغورت الطبيعي 110 غرام، وكذلك كأس من الحليب 200 ملل، خميرة وملح، وغنحتاجو مارغرين أو زبدة لينة باش غادي نورقو. وبالنسبة لطريقة التحضير فسهلة جدا، غنعجنو العجين ديالنا بهاد المكونات. أولا نديرو معلقة كبيرة عمرة مزيان من الخميرة، نستعمل الجافة، نزيدو معها السكر، الحليب يكون دافئ بطبيعة الحال، كأس ما يعادل 200 ملل، ثم الأبيض ديال البيضة والأصفر نحتفظو به للتزيين، واللي عنده حساسية للبيض ممكن أنه يستغني عليه بصفة نهائية، يعني هذاك البيض كنزيدو مع العجين باش ما يضيعش، لأننا نحتاجو الدهن فقط غير الأصفر. نزيدو الياغورت طبيعي بدون سكر أو بالسكر ماشي مشكل، هو أنه يكون طبيعي 90 كنظن أو 110 غرام في هاد الحدود، ونضيفوا معاه كيس من السكر من السم فانيلا ما ذكرتوش مع المكونات، وكيس ديال الخميرة حتى هو. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كيتجانسوا، ما نساوش اننا نضيفوا نص كاس ديال الزيت 100 ملل، يعني العجين ما يكونش فيه نهائيا الزبدة، غير الزيت، الزبدة نحتفظوا بها فقط للتوريق. غنخلط ومن بعد نبدا كنضيف في الدقيق مع خميره الحلويات 8 غرام، ممكن طبعا تستغناو عليها الا مبغيتوش تضيفوها. هذه هنايا عبرة نص كيلو، ونضيفو القليل من الملح، ونبدا كنخلط بيديا، وطبعا ممكن اننا نستعملو كسعه او عجانه البيتخين او الروبو ديالكم اللي كتخدموا به العجين ماشي مشكل، او ممكن نخدموه بعجينات العشر دقائق اللي كنا مزروبين. الطريقه راه معروفه ودائما كنديرها في المعجنات، اننا في الاول كنضيفوا معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره، ومعلقه وكاس ديال الدقيق، وكاس ديال الحليب، كنخلطوا هاد المكونات بطراب يدوي، وكنغطيو وكنخليوه 10 حتى 15 دقيقه، من الاحسن نخليوه 15 دقيقه باش كيتفاعل مزيان. ومن بعد غادي نضيفوا باقي المكونات، يعني الياغورت الطبيعي، الزيت، ابيض البيض، الملح والفاني، وعاد نجمعوا بالدقيق اللي تبقى لينا وصافي، يعني مباشره ديك الساعه كنخدموا بها. هذه الطريقه الكلاسيكية العادي اللي كنخدموا بها كاع العجين هي اللي درت دابا. كنجمعوا، انا درت الكميه الدقيق هي هذيك مضبوطه، العجينه كتجي شويه مرخوفه، يعني نتوما ضيفوا شويه بشويه باش ما يكون عندكم العجين، يعني الطحين اللي كيشرب بزاف باش ما تجيكمش العجينه قاصحه، غتكون كتلصق في اليد. نحاولوا نخدموها واحد شويه ونخليوها تخمر حتى كيضاعف الحجم ديالها بشكل جيد، يعني نوضعوها في واحد المكان اللي هو دافئ حتى كيتبان لينا خمرات مزيان، عاد نخدموا بها. وطبعا نغطيوها اما في علبه كتغلق مزيان، او فحال هكا جبانه، ونديروا ليها البلاستيك الغذائي. اوكي، اللي كيخدرها تخمر في الكوكوت، يعني الاساس انها تكون مغمو، يعني مسدود عليها مزيان، ما كيدخلهاش الريح نهائيا. ونرجعوا نكملوا طريقه التحضير. صافي، ملي كتختمر وكيضاعف الحجم ديالها مزيان، اللي كانت مزروبه فكتشعل الفران واحد شويه غير يدفى، طفي عليه ودخل العجينه كتخمر بسرعه. غادي كنحاولوا نحيدوا من هذاك الغازات اللي كتجمع فيها، وكنقسموها على حسب الرغبه، يعني واش بغيتوا قطع اللي هي كبيره
اولا صغيره اولا متوسطه. المهم انا تشوفوا طريقه التحضير باش تفهموا القصد ديالي، باش تعرفوا ديك الساعه شحال بغيتوا تقسموا. يعني الكرات اذا كنتوا باغين ديروهم يعني على وحده ماشي على جوج، ف غادي ديروا فيهم تقريبا واحد 60 غرام كل وحده. بغيتو ديروهم على جوج غديروا كل كره فيها يعني في هذاك الحدود ديال 30 35 غرام. الناس بالنسبه للناس اللي عندهم الميزان، اللي ما عندهمش فغادي يديروا عيني ميزاني. غنستمر بنفس الكيفيه حتى نشكلهم كويرات كاملين. ندهنو بشويه الزيت باش ما تلصقش، ضروري العجينه تكون كتلصق وخفيفه، ما نديروش العجينه قاصحه باش حتى هاد الكعكعات ولا الكعك ديالكم يجي حتى هو خفيف. كل ما كانت العجينه خفيفه كتكون النتيجه احسن. جميع المعجنات بدون استثناء صافي ملي كنشكلهم كويرات كنجي كل كره ندير فيها شويه ديال الماركارين، ممكن حتى تطلقوا عادوا الماركارين في الوسط الا خفتوها تعذبكم اللي بغيتو. وكنتو ناويين تطلقوا بالدلاك ماشي بيديكم، فخليو حتى تطلقوا بالدلاك ودهنوا ديك الساعه بالماركارين. صافي غادي نستمر ونبدا مباشره كنشكل في العجين ديالي. بالنسبه للطريقه فكنطلقوا بهذا الشكل العجين، ضروري نديروه بشكل طولي نجروا الجوانب. بغيتو تطلقوا بالدلاك فما ديروش المارغرين من الاول، كتطلقوا بالدلك عادي وعاد كدهنوا بالمغاي تكون لينه رطبه يعني باش تدهن لكم بسهوله. وكنبقاو نطويو بهذه الطريقه هذه نشكلوا حربول ونوضعوا على جنب. غنستمر بنفس الكيفيه حتى نطلقهم كاملين. ونقادهم بهذا الشكل. بالنسبه كيف قلت لكم بغيتو ديروهم يعني ب وحده وتكون كبيره يعني كره كبيره وتقدوها، فكتزيدوا ترقوها بهذا الشكل وكتاخدوها وكتخالفوا كما كتلاحظوا، يعني كتشدوها من الوسط وكتدوروا بديك الطريقه، ومن بعد كتخلقوا وتسدوا بالاطراف. يعني فايت لي تقريبا انا يعني معكم نفس طريقه التحضير في الكعك التركي، غير هذا الاختلاف في المكونات وحتى في انه كيجي مورق ماشي كعك عادي بهذه الكيفيه. اولا كنديروا جوج ديال القطع وطبعا يكونوا صغار باش ما يجيناش الكعك كبير بزاف. كناخذوا جوج بهذا الشكل كنسدوا الاطراف ديالهم وكنبداو كنخلفوا بهذه الكيفيه هذه كما كتشوفوا معايا. يعني بجوج الطرق اللي هما ساهلين، غير هذه ابسط خصوصا الى خفتوا ان العجينه ملي تبغيو ترقوها تقطع لكم، اذا هذه كتبقى اسهل. صافي وكناخذوا الاطراف كنخلفهم كذلك بهذه الطريقه ونشدوا مزيان باش ما يتفتحلناش اثناء الطهي. كتجينا يعني بهذا الشكل كنوضعهم في صفيحه ديال الفرن، من بعدين كنخليهم يخمروا ومن بعد كندهنوهم باصفر البيض مع القليل من الخل او الحليب. درنا الطريقه ديال 10 دقائق يعني ديال العجين، فمباشره كنشكلو كنخليهم تقريبا غير 5 حتى 10 دقائق يرتاحوا وكندهنوهم وندخلوهم يطيبوه في الفرن اللي مشعول من قبل، نقصو عليه وندخلوهم يطيبو اولا من التحت مزيان على خاطرهم، من بعد عاد كنحمروهم من الفوق. انا دهنتهم بالعسل او مربى ورشيت عليهم القليل من كاوكاو او لوز مهرمش محمر، كيجيو خفاف كيف قلت لكم ومورقين ولداد. وكما لاحظتوا مكونات بسيطه وسهلين في التحضير، تحضروهم فطور ديال العيد او ممكن اي مناسبه فطور الصباح او ديال اللمجه كيجيو روعه. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه وتشاركوها مع اصدقائكم والعائله ديالكم. شكرا جزيلا على المتابعه وعلى التشجيع. عواشركم وعيدكم مبارك سعيد، والى اللقاء في وصفه وفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.